السائلة فاطمة محمد من الكويت تقول: هل يجوز للمحادة غسل الشعر أي الاستحمام بالشامبو الذي به رائحة جميلة، أو صابون به رائحة جميلة، أو كريم العطر ونحو ذلك؟ أفتونا مأجورين. يجوز للمحدة أن تغتسل وأن تتنظف وأن تستعمل المنظفات التي ليس فيها طيب، تتجنب المنظفات التي فيها طيب أو رائحة طيب تعلق بشعرها وبدنها. وأما إذا كانت هذه المنظفات ليس فيها رائحة طيب فإنه لا بأس باستعمالها. نعم.